كان النهار الاخر في حياتك شنو غدير فيه اليوم؟ غنمشي للجامع. شنو غدير؟ وصلت ليا خليني نغني. من المستحيل باش نوقف في باب الدار ويدوز ونشوفو عفروا شحال عيد عفروا شحال تسنيت باش يدوز ونشوفو داز ما كلمني هدا اللي زاد عدبني داز ما كلمني هدا اللي زاد عدبني وما نسمح ليه. واش الخوت السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وهذه المره خرجنا عندنا الزنقه كنقولوا لهم باللي اليوم اخر نهار في حياتك شنو غدير فيه كون كان دابا اخر نهار انت في حياتك شنو غدير هبط لتحت الكومونتير تخلي لنا شنو غدير بارطاجي مع صحابك باش حتى هما يكتبوا لنا شنو غيديروا ما تنساش دير ابوني لايك تبارطاجي مع كاع اللي كتعرف باش حتى هما يتفرجوا في الفيديو ويقولوا لنا الاراء ديالهم واي سؤال بغيتونا نسولوا عليه في الزنقه ولا اي مدينه بغيتونا نسولوا فيها خليوها لنا تحت في الكومونتيرات والعز بكم خوتي خليكم مع الفيديو نقول لك اليوم اخر نهار في حياتك شنو غدير فيه؟ الثروه ديالي كلها ونقلب على احسن بنت نعيش مع الحياه ديالي ذاك النهار ونصيفط مع الدنيا صافي تجمع كاع اللي كاع اللي كتملك ونقلب على ازين وحده نعطي داك الشيء ونعيش مع ذاك النهار ونصيفط معاه ونمشي معاه عيشوا هذاك النهار مع بهرك ايوا هذاك هو النهار الاخر هذاك هو النهار الاخر صافي هذاك هو اللي غادي ندير انا في حياتي كلها ومني غتجيبها بعدا قاوريه ولا غمغربيه؟ اللي كان المهم اللي كان شوف اللاج ديالي كنتي تيزه ها تكون قوقه تكون شي حاجه نيو اخر موديل تكون اخر موديل اخر موديل تكون مليحه تكون مليحه وتكون كيبغي شي سمراء كحله صفراء اللي جا المهم تكون زوينه تكون زوينه النهار الاخر في حياتك شنو غدير؟ شنو غندير هذوك كاع اللي كتظالمهم والمحقور عليهم والله بغيتهم يسمحوا لي والله يسمحوا لي ويا ربي وتفوا عليا من هادشي كامل وبغيتهم كاع يسمحوا لي كامل لك هادوك كاع اللي كتظالم ومبغيتهم يسمحوا لك كانوا ظالمين ما راه الله كيشوف هادشي اللي كيتسالك شي حاجه ما تردليش ترزقهم ولا كيتسالنا راه خويا راه راه كان عندك ونعطيك راه الله كيشوف كل شيء يبقاو يتسالوا يتسالوا كل شيء عند الله شي يطلعوا الفوق عند الله ويتخلصوا شو تقول لهم من هنا نقول لهم سمحوا لي وادي ولي ظلمتو يسمح لي ولي ظلمتي ولي ظلمني انت انا راه مسامح له عند الدنيا ولا هو مسامح ليكم سمحوا لي نشوف داكشي اللي كتسالوه وسمحي لي انت كاع داكشي اللي كنتي ندير لك انت اللي عندي وانت اللي عندي يا ماما انت اللي ولدتيني فين كاين امك فين كاين مسكينة فين كتسكن فين بلاصة مسيرة ما كتمشيش لعندها انت مسكينة كان عندي وكل هادي كل عطيتها مسكينة ما نخليهاش مسكينة علاش شنو واقع عليها شنو واقع عليها مريضة واش مريضة ولا محتاجة ايه محتاجة ولكن مسكينة انا كنفقاسها ممكن ناخذ نعم علاش كتفقاسها اصاحبي انت عارف امك اصاحبي عزيزة عليك كدا علاش كتفقاسها علاش عندك شي تليفون عندك تليفون عندك نمرت ماماك خوت اي واحد تفرج في هذا الفيديو ولا شاف هذه اللقطه غادي نطلع لكم النمره ديال السيده في الشاشه للمساعده قدرتي شي تساعد ما قدرتيش بارطاجي لواحد اخر يساعد واش شو الدر المسكينه هو كيدور في الزنقه عنده مشاكل واقيله مع مو واش عندك شي مشاكل مع امك علاش خرجتي انت علاش خارج الزنقه علاش كنت كنكمي وادي وتعش خرج علاش كتكمي وانت صغيره صاحبي بدر معايا قول لي علاش أه؟ علاش كتكمي هاد الظروف خويا راه المشاكل وكان عندك كل مهلين فيا وهادي راه ما تلقانيش اخويا شكون شكون هادو اللي ما مهلينش فيك ماشي هوبا ما عنديش معمرنيش وكل واحد وشنو عنده كل واحد وانت الخوش انا نشوف الى عنده نمرش الوالده ديالو ولا اقرب الناس نطلع لكم هنا في الشاشه ديال الفيديو قدرتي تساعد ساعد باش ما عطا الله صوني ليا موجي اللي عندهم في قنيطره راهم ساكنين هنا في قنيطره ساعد باي حاجه وما عندكش بارطاج اخويا يوصل لواحد اخر اللي قادر يساعد عندك نمره ديال مامك صافي اخويا حنا نطلعوا عليكم ان شاء الله في الشاشه وكنشكركم بزاف في حياتي لكن اللي عنده شي واحد عنده شي عماره عنده السفليه وعنساو الامور كامل ولا عنده شي مليار ولا عنده واحد 60000 وعنساو كامل وعنساو من ولانا علاش اخويا بلاد واحد عنده عماره واحد عنده هاد دويره صغيره وعنده عبريك علاش حنا خويا بغينا نعيشوا خويا بغينا مجتمع كامل ولا غادي نساوي صحيح ها خويا
انا ما فهمت والو. هاكا سربا رجع للحاج رجع للحاج. انا هاكا صاحبي وحق الله صاحبي حق الله شي الناس دوك لاباس عليهم راه جات كورونا باغين طاغيين مازال. انتو ملياردير اخويا عطي البنادم خا يعيش. انت باغي تعيش هما الناس تاع عدراوش. حنا عدراوش باغيين نعيشوا. عدراوش باغيين نعيشوا. باغيين نعيشوا الحياه فهمتيني. اش يدي معاه يدي معاه. وعا الشبر 74 معلم ولا لاباس عليه الشبر ولا عنده الفيلا ولا عنده الطوموبيلات يدبر المساكين. المساكين حبيبي اللي عنده الملاير ولا عنده الفيلا والشركات وعنده الطوموبيلات حبينا شويه صابي عطينا شويه صابي. حنا مواطنين حنا مواطنين صالح حنا مواطن صالح مواطن صالح. عينا باغا تحرق اصاحبي في هذه البلاد باغا تحرق. عرفتي علاش باغا تحرق؟ قول عرفتي علاش؟ علاش الناس كاينه طوغات شويه كاين الناس طوغات سووا لنا في هذه البلاد وخلنا نعيش نعيش بحال بحال هذا. عامين ونص عندي جوج دخلات في السبت وما درنا بهم والو الناس شي حاجه ديروا معنا في هذا الوقت. بقينا تدعو عميك باش تدبر على عميك. واش نقول لكم انا الله يصاوبها وصافي اش نقول الله يجعل ربي يصاوبها وصافي والله يعفو على ذوك المجرمين والله يعفو على الشفارين. واش الناس تدخل السبت خاصك تدير لهم باسابورتي وشي حاجه باش يرجع بحال عند والدي هو والو. شنو حال هذه شنو حال هذه؟ مفعل موالو مفعل موالو. دير معنا شي حاله صاحبي هضر هادي واش معايا في هذا الراي؟ واش معايا في هذا الراي؟ علاش هاد الناس اللي لاباس عليهم ما يديروا زوين؟ علاش هاد ابناك عامر؟ والحفره اللي قلبي اللي كانت تقلبوا بها اللي عامره الماء. كنا نموت يلاه الشوارع كنا نموت السيمانه انا فواحد الحفره قد واحد الحفره جيت ماشي حفره راه بير راه بير فيضان جيت راه بعد الصباح جيت لك فيضان شاهدين كيداير تقلبنا بموطور تقلبنا بعامر سلعه علاش ما صابوشنا ديك الطريق؟ علاش واحد الكلمه انا راه مشى الناس صابوشنا ديك الطريق. اسمع لي اسمع لي مشى الناس انايا مشى الناس هاني ضامر ديالي مرشيح حيت ما عندي لا الشركه لا وزين لا والو. هذوك الناس اللي لاباس عليهم خصهم يساووها كاينه ولا لا؟ كاينه بصح والله خصهم يساووها. صابونا الحفره صاحبي حدا لاكري حدا لاكري فيضان كاين الله يرحمك الوالد صابونا كالمارش الله يرحمك الوالد صابونا صابونا المارش هو الاول وهذا الفيضان اللي كاين جيت لاكري الفيضان الفيضان الحفره كنا نتقلبوا فيها وسط الماء عباد الله تقلبوا فيها 4 المواطر وطونوبيلات تقلبت تماك محشوماش عليهم ما يصابوش هذيك الحفره. هذيك حفره دارو خاصها تصابو تحيد ذاك الماء من تماك. هذيك الطريق كلشي كيمشي منها وكلشي كيجي منها حشومه على هاد الناس هادو. والله يجعل ربي يدير لنا تاولت الخير وصافي. خوت حنا بغينا نعيشوا حنا بغينا ناكلوا بحال الناس فهمتيني. بنادم ما بقاش يعيش في بلادو ولا كيمشي بغي يعيش في بلاد الناس حسنا بقى ما يدار. ولحنوا شويه خويا ديروا لنا شويه الله يرحم الوالدين لا طرق بصغمه لا لا خدام لا فهمتيني. نديروا شي حاجه اخويا راك واش راه يدير راك شو ضاعت لا دراري لا عيال راك شو ضاعت الله يرحم الوالدين اخويا. وشكرا تحياتي لك خويا عنجور. الا قالوا لك اليوم النهار الاخر في حياتك شنو غدير فيه؟ ما عرفتش بالضبط باش نقول لك شي سؤال والو ما عرفتش. اليوم الاخر في حياتك شنو تقدر دير فيه؟ ما عرفتش والله ما باش نقول لك شي حاجه ما عرفتش بالضبط. كيفاش زعما اليوم الاخر في حياتك شنو غدير فيه؟ انت غدا غتموت شنو غدير اليوم؟ نمشي عند الوالده اول حاجه. علاش فين هي امك بعد؟ ما كايناش معايا. تمشي لعندها زيد غادي نسلم عليها ونبقى معها هذيك النهار زيد من تم ليه صافي صافي. ويلا كيتسالك شي واحد شي فلوس ما تردليش رزقو؟ رد ليه رزقو ضروري. ما كتصليش واقيلا انت؟ انا كتصلي؟ لا ما كنصليش. ما باغي تمشي بلا صلاه؟ بلا صلاه. وتوضى بعدا؟ نتوضى ونصليو زيد شي دعيوه. الله يحفظك استاذ لالي خطيك شكرا تحياتي لك استاذ. الله يحفظك زيد شي دعيوه. لما ندعيو معاك حنا الله يسهلك زيد. الله يعطيك شي مليار. امين. باغي مليار؟ فلوس راه فيتنا الدنيا صاحبي الله يهديك. باغي مليار. ما عندك ما دير بشي فلوس. شكون اللي يدخل الجنه انت ولا شكون؟ كيفاش؟ وفلوس كتدخل الجهنم. ومشو عام مسلمين. انت ماشي مسلم دابا؟ مسلم. كافر انت؟ كافر. سكينه كتبغيها؟ كنبغيها. وما غتودها. شنو تقول لسكينه من هنا شنو تقول ليها؟ سكينه شنو تقول ليها؟ شنو نقول لها؟ من هنا شنو تقول لسكينه؟ سكينة كنبغيها. كيبغيك سكينة؟ شوف قول لي قول لي اسمعني دابا انت غتموت وما توداش ما سكينة كتجي تمشي عند امك سكينة؟ سكينة ربي ولاي ما معترفاش بيك ولا؟ معترفاش بيا. اعترفي بها اختي راه كيبغيك شوف قلبو كيضرب مسكين من جهتك عاشوفو من حالتك. اليوم اخر نهار في حياتك شنو غدير فيه؟ نمشي نعيط للوالدين بعدا. علاش انت ما معيط لهمش دابا؟ مازال. وعيط لهم؟ دابا نعيط لهم. زيد شي حاجة أخرى؟ صافي. اللي كيتسالك شي حاجه ما تعطيش رزقه؟ كيتسالني شي واحد انا. حتى واحد ما كيتسالك شي حاجه؟ كيتسال. متاكد؟ كيتسالني حتى شي واحد. علاش ما تشوف بنادم كيتسالك؟ هذيك يا اخي هي الخايبه. خايبه بزاف. ما كاينش شي واحد يتسالني انا. انت صاحبي علاش ما تعيطش لوالدك؟ عيط لوالديك. دابا نعيط لهم لحد لحد.
ام الحد الحد لا والديك خصك تعيط لهم كل نهار علاش كل نهار لا والدين هذوك اصاحبي يلا الله يعافيك ان شاء الله في راسك شنو الا كان اخر نهار في حياتي اليوم شنو ندير شنو دير انني غادي اولا قبل كل شيء خصني نتسامح مع الناس الا كانت شي حاجه كتسني خصني نردها نردها اللي كيسالوني اللي كيتسالك شي حاجه تردها ليه نردها له ضروري شنو نقول لك ونتسامح مع الوالدين مع الاصدقاء ولا كان شي الا كنا درنا شي حاجه نطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يغفر لنا مشي سلم على موالين الدار عشيري ومال الاولين بعدا ونموت المهم دير رضا الوالدين وصافي اهم حاجه ورضه الوالدين راهو في هذه الجلسه عشيري والناس اللي كيتسالوك ما ترد لهمش رزقهم واللي كيسالني جا نتلاقاو الفوق عشيري ورد له برزقهم كاع يتسالو تشرفوا نتلاقاو معلم خويا الا كان اليوم اخر نهار في حياتي غنمشي ندخل على شي بنكه ياك بمسي ولا شي وحده ربيكه غنصيفط الوالد للحج حرام في حرام كلشي طالع بالحرام صيفط الوالد للحج ولا يبقى نصيفطو سويسرا نديرو بشي كونط ما كاينش كاع فهمتي ندير شي كونط ديال ما عرفت شنو ونعطي المضباص للوالد تخاط شي تشيري وكذا واللعيبات راك عارف الوقت وكذا هادشي اللي كاين اخويا اخر نهار في حياتي توصل ديك 12 قلق سماينه نمشي غنفهمشي يعني راك عارف انا كلشي لعيبه كذا هادي باش نمشي ناضي اخويا فهمتي شبعان ما بقاش ما عندهم انايا فهمتي اخويا تمشي جيعان لا ما تمشيش جيعان انا نقول لك اللي كاين تي تاكل شي لعيبه كدا هادي طنط شي فهمتي المعده عامره العيبات الراس عامر كدا فرحان ما خاصك حتى شي خير ما خاصكش حتى شي خير كي خاصك حتى شي خير وغادي تشرب بانكا بغيك خاصك خير واو غادي تما وغادي تقول يا سيدي يا ربي انت انا راك شتيني فيك تعايش يا سيدي ربي فيك تعايش المهم كنت عايش فين في هذاك في البلاصه اللي كنت عايش فيها الا كان اليوم هو اخر نهار في حياتي اول حاجه اللي يمكنني نفكر بها هو انني نتوادى مع العائله ديالي والناس والاصدقاء وكذا فهمتي لانه اخر نهار في حياتك هذه اول حاجه ممكن ديرها وتحاول انك يعني تصفي كاع داكشي اللي عندك في الماضي هذه اول حاجه تقدر ديرها هذه اول حاجه تبدا بها شي حاجه اخرى هو انك تستعد لانك الموت وما تحاولش انك تبين للعائله ديالك بانك غادي تموت شنو غندير غنحاول نستمتع بكل لحظه نتسامح مع والديا مع الناس اللي زاز عليا وصافي هادشي اللي كاين نقدر نمشي للعاس نرتاح ما بقاش العاس ما بقاش نفاق في بعض الوقت علاش هذا ما مرتاحش ما راحت البال ما كايناش والو علاش شنو عندك شنو المشكل عندك مشوقش شنو المشكل اللي عندك انت دابا ما مرتاحش نمشي مهموم شويه ومغموم ما طالع ما نهار ما شوالك بارك على خويا شنو اللي خلاك مهموم مال وفلوس المال والبنون وزينه الحياه الدنيا اييه نسلم امر الله صافي هادشي اللي غدير صافي نشهدو نتسنى نوبتي حتى واحد ما كيتسالك شي حاجه والو حتى واحد ما تي صافي بغينا حنا غير خدمه وصافي هادشي اللي بغينا راه خصو يخدم بصح ما كيتسالك حتى شي واحد شي حاجه والو تيسالني حتى شي حاجه راه صافي نيشا انت غنمشي ناضي الحساب مريقل مريقل ناضي لا ولاد لا وتاد لا حتى شي حاجه واهم اول حاجه كمسلم نفكر فيها انني نكون موضي مصلي يعني مسامح مع الناس انه ما الحوايج نقدر نفكر فيهم لان الموت هذيك ما معاش اللعب وهذا اهم حاجه يعني الانسان يقدر يفكر فيها انه يتسامح مع الناس يرد شي اللي عليه يصفي الذمه ديالو مع الله سبحانه وتعالى نقدر ندير تمنيش بعد اول حاجه يكون معايا الوالد ياك هذه اول حاجه الله يرحمه مسكين الله يرحمه مسكين الله يرحمه ثاني حاجه الوالد الله يسمح لنا منه بزاف اخويا واش نتمنى داك الدر اللي عندي ان شاء الله يكبر احسن من فهمتي احسن من داكشي اللي كبرت فيه انا يكبر احسن مني ويقراو فهمتي ونتمنى انا ما فهمتش ما يوصلش هادشي اللي وصلت ليه انا يكون احسن مني بزاف الحوايج وهادشي اللي نقدر نقول لكم في داك النهار هذاك بالضبط شنو تقدر مثلا دير لولدك ولا لامك شنو نقدر ندير لولدي ولا لامي واخويا كانت الحياه بيدينا حنايا كره بزاف ما يدار اخو ولكن كلشي ديال الله الحمد لله كلشي ديال الله الحمد لله تولي داكشي اللي كان عليك الكريد اللي عليك ولا كيتسالك واحد انت ولا ما كيتسالك حتى واحد ايوا الحمد لله ما كيسالني حتى شي واحد يعني تقريبا انا كنسال الناس فهمتيني تولي يعني تصلي يعني دايره ضروري غادي تصلي وغادي الديون ديالك يعني ما تعرف واش تموت غدا ولا بعدا فهمتيني داكشي ديال الله ديما ديرو هو ضروري غدير داكشي اللي عليك وتصلي وداكشي اللي كيساك حيت عليك فيك فهمتيني وما تعرف غدا تفيق وما تلقاش راسك تلقى راسك راه ميت فهمتيني اللهم داكشي اللي تيسالك تعطيه لبنادم
تصلي وت... يعني دي شخص يكون مستمر ماشي غير تفكر باللي انك حتى النهار الاخر غديرو مستمر فعلا يعني ضروري غديرو فراسك بانك من غدا راه غادي تلقى راسك تنعس متفيق فهمتيني ضروري كاينه واجب ديال على بنادم اي واحد راه واجب عليه يعني ضروري تصلي وتصدق ودير دير مزيان مع بنادم فهمتيني الا كان النهار الاخر في حياتك شنو غدير فيه اليوم غنمشي للجامع شنو غدير وتصنت ليا خليني نغني كشويلي انا من المستحيل باش نوقف في باب الدار ويدوز ونشوفو عفوا شحال عيد عفوا شحال سنيت باش يدوز ونشوفو داز ما كلمني هذا اللي زاد عذبني داز ما كلمني هذا اللي زاد عذبني وما نسمح ليه باش نوقف في باب الدار ويدوز ونشوفو غفر وشحال عيد غفر وشحال سميت باش يدوزو نشوفو حداشي ما كلمني هذا اللي زاد عذبني داز ما كلمني هذا اللي زاد عذبني وما نسمح ليه